المنتخب الوطني للجودو فاز بكأس البطولة الأفريقية للكبار واللي تم تنظيمها بمشاركة 35 دولة، وكمان احتل صدارة ترتيب البطولة في الفردي بثمان ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات. طبعا البطولة دي ليها أهمية كبيرة جدا لأنها من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الأستاذ مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك، وانا بشكر حضرتك جدا على الاستضافه، وصباح الخير على الناس كلها. اهلا بحضرتك. وفي البدايه تعرفنا يا فندم على اجمالي انجازات المنتخب المصري للجودو، وايه تفاصيل ما حصد وكمان الافراد من ميداليات. حضرتك احنا البطوله دي مهمه جدا، البطوله دي ما قمتش في مصر من 2001 او 2002، بطوله قبل الاولمبياد. بطولات افريقيا البطولات القاريه اللي بتكون قبل الاولمبياد دي بتبقى من اهم البطولات، لان اللي بياخد ميداليه ذهب بياخد 700 نقطه، فدي بتقربه من التاهيل جدا. فاحنا كان علينا على عاتقنا مجهود كبير جدا ان احنا البطوله على ارضنا، فلازم تطلع بالتنظيم اللي يليق بمصر، وفي نفس الوقت الجزء الفني لازم نحقق ميداليات عشان البطوله على ارضنا. فالبطوله قويه جدا، كانت بتشارك 35 دوله لأول مرة تقريبا يشارك عدد الدول دي في البطولة. احنا اجتهدنا بقالنا سنتين شغالين بنعد جيل جديد يشارك مع منتخب مصر لفترات كبيرة، لأن احنا كان حصل عندنا مشكلة إن كان عندنا أبطال بعد أولمبياد طوكيو الخمسة الأبطال الكبار بطلوا مرة واحدة، فاحنا بنينا جيل جديد لعبنا البطولة، ربنا كرمنا عملنا 3 ميداليات ذهب و2 فضة و2 برونز، وخدنا حصلنا على الترتيب الأول وكأس البطولة في الفردي. التاني يوم الحمد لله لعبنا بطولة الفرق اللي هي المختلط ولاد وبنات، ودي لأول مرة نلعبها في تاريخ مصر بالشكل الجديد، لأن احنا كان عندنا ما كانش فيه اهتمام في السابق بفريق البنات، لكن احنا بقالنا سنتين مهتمين بفريق البنات وبنينا فريق بنات شباب وناشئين قوي جدا، الحمد لله هم كانوا شريك أساسي في إننا حصلنا على بطولة الكأس البطولة وبطولة الفرق في بطولة أفريقيا الكبار وهم لسه شباب. طيب استاذ مرزوق، عشان تخرج البطوله بهذا الشكل اللي يليق باسم مصر كان لازم يكون في استعدادات خاصه لهذه البطوله، ازاي استعديتوا ليها في البدايه وردود فعل كمان المشاركين؟ حضرتك احنا لازم نشكر الدوله المصريه ونفتخر بدولتنا العظيمه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو دلوقتي احنا بقى اي تنظيم اي حدث لازم يا يتنظم صح جدا يا ما يتعملش. فاحنا كان التظافر جهود الدوله بالكامل كلها كانت بتدعمنا وكانت في ظهرنا. الشركة المتحدة أنا بشكرهم جدا 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 على المجهود الكبير، وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كل وسط الجودو وكل عائلة الجودو المصري كلنا اشتغلنا على البطولة كويس جدا، وإحنا لقينا كل الدعم الكبير جدا اللي لا محدود ومفيش أي حاجة كانت بتأخر عننا. اشتغلنا البطولة والبطولة أبهرت العالم، يعني لو حضرتك لسه جاي لنا جواب شكر من رئيس الاتحاد الدولي بيشكرنا على النتائج الفردي والفرق وبيشكرنا على التنظيم، وبيقول ان احنا مستعدين لتنظيم حدث عالمي كبير، لاننا احنا ما نقلش عن اي دوله، احنا دوله كبيره جدا، البنيه الانشائيه الرياضيه دلوقتي بقت كبيره جدا 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 وبتضاهي كل بلاد العالم. فاحنا الحمد لله استعدينا كويس جدا، واستعدينا على الجزء الفني، احنا عندنا مدير فني ياباني إيزومي هاروشي، عملنا معسكرات داخلية ومعسكرات خارجية، وكانت النتيجة إن إحنا الحمد لله تصدرنا الترتيب. إحنا على فكرة للسنة الثانية على التوالي لأول مرة تحصل في التاريخ، إحنا أول فردي وفرق شباب وناشئين وأول فردي وفرق كبار لسنتين على التوالي. طيب أستاذ مرزوق، حضرتك ذكرت إنه عدد الدول المنافسة كانت حوالي 85 مظبوط؟ 35 عفوا. طيب ابرز المنافسين منهم كانوا مين، وايه ابرز التحديات كمان اللي واجهت ابطالنا في المنافسات؟ حضرتك احنا معروف في الجودو المنافسات قويه جدا جدا، اللي هو شمال افريقيا، مصر، تونس، جزائر، مغرب، بس دلوقتي الجودو تطور كبير جدا جدا في افريقيا، فدخلت بلاد تاني بقت اقوياء جدا، انجولا، السنغال، الكاميرون، الكونغو، كل الناس دي، عشان هم يعني انجولا عايشه على طول في البرتغال، السنغال والكاميرون على طول اغلب اللعيبه عايشين في بلاد اوروبيه، فالمنافسه بقت قويه جدا جدا. لكن المنافسه الرئيسيه كانت تونس، مغرب، جزائر، والحمد لله احنا كسبنا في بطوله الفرق في السيمي فاينل كسبنا المغرب، وفي الفاينل كسبنا تونس. هايل. طيب
تدريبات بقى الابطال قبل المشاركه في هذه البطوله بتكون عامله ازاي؟ بيبتدوا يتدربوا قبلها بقد ايه؟ حضرتك احنا عندنا برنامج زي ما قلت لحضرتك، احنا ابتدينا من حوالي سنتين ونص في الاتحاد. احنا كان عندنا خطه طويله الاجل، احنا بنستعد. الهدف الرئيسي بتاعنا احنا بنعد اجيال لتحقيق ميداليتين في لوس انجلوس 2028، واشتغلنا على الخطه القصيره الاجل اللي هي نشتغل على العناصر المتاحه وبناء اجيال كتير جدا. عملنا موسم محلي قوي جدا، احنا عندنا اقل بطوله محليه دلوقتي بيشارك فيها 4000 لاعب. ملف الانتشار اشتغلنا عليه كبير جدا، بقينا متواجدين في جميع المحافظات. يعني حضرتك لو شفت تشكيل المنتخب هتلاقيه ممثل من كل محافظات مصر. فاحنا عملنا خطه كبيره جدا كان نتاجها ان احنا الحمد لله من اهم البطولات في مسيرتي انا الشخصيه بطوله افريقيا للكبار اللي هي قبل الاولمبياد اللي احنا ناخدها فردي وفرق. فدي كانت مهمه جدا 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 لشكل مصر، وان البطوله تنظم حلو جدا والناس كلها تنبهر بالتنظيم المصري، وكانت تكلل بان احنا نحصل على كاس البطوله فردي وفرق. فندم كده كام لاعب من ابطالنا تاهل لاولمبياد باريس 2024؟ احنا التاهيل عندنا في الجودو صعب جدا. عندنا التاهيل بينتهي في اخر شهر 6، باقي بطولتين احنا لغايه النهارده وانا بكلم حضرتك دلوقتي عندنا 2 لعيبه متاهلين. يسري سامي في وزن 60 كيلو ده لعيب واعد عنده 20 سنه وعامل ميداليه برونز في بطوله عالم الشباب اللي فاتت. وعندنا عبد الرحمن محمد ده في وزن 81 كيلو، الاثنين لغايه النهارده متاهلين. باقي لنا بطولتين ان شاء الله، بطوله كازاخستان وبطوله العالم في ابو ظبي، وبعدها التاهيل هيقفل وهيتضح الصوره النهائيه كم لاعب اتاهل. طيب عظيم جدا. الفردي لو حضرتك بس توضح لنا اللعبه الجماعيه او في الفرق بيكون المنافسات شكلها ازاي؟ يعني الفردي احنا عارفينه، اما بالنسبه بقى للفريق بيكون المنافسات شكلها ازاي؟ بص حضرتك هو النظام بقى صعب جدا جدا جدا. الاول كان الاول بيلعب فريق الولاد قدام فريق البنات. بيلعبوا مع بعض، واللي بيكسب بيبقى على حسب عدد التشكيل. اللي بيكسب خلاص الفرقه لو 6، اللي بيكسب 4-2، اللي بيكسب يعني على حسب عدد الماتشات. لكن دلوقتي الفرق بقت 6 افراد، 3 ولاد و3 بنات بيلعبوا مع بعض باوزان معينه. فانت وارد ان يكون الاوزان اللي عندك دي مش هي الاوزان اللي جامده، وارد يكون عندك انت فريق الولاد قوي جدا وفريق البنات مش قوي، فانت بتضطر تخسر. فاحنا ده كان التحدي اللي قدامنا، ان احنا البطوله على ارضنا والاول مره. احنا كل السنين اللي فاتت ما بنشاركش بشكل البطوله المختلط ده، بس احنا كبطوله على ارضنا لازم كنا نشارك. فاحنا عدينا فريق بنات قوي وشاركنا، فاحنا السته بيلعبوا قدام السته. فاحنا الحمد لله في ماتش السنغال كسبنا 4-0، وفي ماتش المغرب كسبنا 4-2، وفي ماتش تونس كسبنا 4-2 برضه. عظيم، الف مبروك مره ثانيه لابطالنا، وان شاء الله يشرفونا في اولمبياد باريس. كل الشكر لحضرتك استاذ مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو.